شكرا لكم لاستضافتنا، ومثل ما قلت انه ايراداتنا زادت عن السنه الماضيه بنسبه 22% وعن ما قبل الجائحه ب 11%. حقيقه الاسواق، معظم الاسواق زادت، الاسواق الاوروبيه، سوق السعوديه، سوق الهند، بنغلاديش، من الاسواق اللي نميت بشكل ملحوظ عندنا. طب هل كان لديكم تأثر سلبي من ناحية هوامش ربحياتكم بأزمات سلاسل التوريد العالمية وارتفاعات أسعار الوقود والغاز التي شهدناها على مدى العام الماضي، وكيف تعاملتم معها؟ مثل ما تفضلتي ومثل ما حكينا قبل، سلاسل الإمداد هي أصعب شيء واجهته كل المصنعين، واجهوه بال 2021، وبعد نحن بال 2022 أكيد رح نتأثر فيه. من ضمن شركة سيراميك راس خيمة، بتعرف هي من أكبر 3 شركات بالعالم، وبنصدر ل 160 دولة، وبنستورد كمان مواد أولية من أكثر من قارة. طبعا كان عندنا تأثيرنا كان دفعنا حوالي 54 مليون درهم فقط بأسعار النقل، فوارق نقل. ولكن نحن باستثمارنا بالتكنولوجيا، بالانوفيشن اللي كان عندنا، بالبضاعة اللي كانت موجودة، بكمية الانتاج اللي قدرنا نصنعها، قدرنا الهامش الربحي كان بالشركة هو الأعلى على العشر سنين الماضيين الحمد لله. صح، لأنه هامش الربح الصافي ارتفع 1530 نقطة أساس على الرغم من ارتفاعات وأسعار النقل والتكاليف اللوجستية عموما. يعني كان لديكم أيضا نوع من التوجه نحو سداد بعض القروض واللجوء إلى الاقتراض مجددا، وهذا الشيء لاحظناه من قائمة التدفقات النقدية. عموما صافي الدين تراجع 21%، ولكن حصلتم على تمويلات مصرفية طويلة الأجل ب 386 مليون درهم، وتمويل حتى قصير الأجل أيضا ب 668 مليون درهم. حدثنا فقط عن ما حدث بما يتعلق بعلاقتكم مع المصارف بين ما سددتموه وبين ما حصلتم عليه من قروض جديدة. ستنا علاقتنا كتير منيحة، وطبيعي اللي نحن بنعمل، نحن ما عندنا صكوك أو دين طويل الأمل، عندنا دين من بنوك بيستحق على مراحل. والحمد لله بقول لك إنه بشركة سيراميك راس خيمة حتى من ضمن الأزمة ما أخرنا ولا دفعة لأي بنك، حتى بعض البنوك قالوا لنا أخروا، نحن التزمنا بسداد كل الدفعات اللي علينا. بالعكس كان عندنا تدفقات مالية أكثر من اللي نحن بحاجة لها. قد ايه حجمها كان تقريبا؟ بالبنك نحن تقريبا فات عندنا تدفقات مالية بحدود ال 500 مليون درهم من الكاش بروفيت، بتعرفي، وتنزيل كمان الوركينج كابيتال. عشان هيك اذا بتشوفي مع الاستثمارات اللي استثمرناها، مع ال 100 مليون تقريبا او ال 10 فلس اللي وزعناهم انترم مثل ما تفضلتي وقلتي هالسنه، قدرنا ننزل ديننا تقريبا باكثر من 300 مليون درهم من البنوك. فهي طبيعيه بيصير في عندنا ديون جديده اللي هي استحقاقها بعد الديون لسبع سنين، لخمس سنين، لست سنين، وسداد الاستحقاقات اللي هي كانت قديما. طبيعي اللي يعني كل سنه بتصير عندنا نفس الشيء، ولكن هالسنه كان في عندنا سيوله فائضه اكثر، اضطرينا ننزل اكثر من 300 مليون درهم ديون بالبنك. ونحن حقيقه اليوم اذا بتشوف النت دات تو ايبيتا نحن 1.8، يعني اقل من 2 اللي هي ما بعمرنا كانت عندنا اياها. بتعرفي كمصنعين نحن بنرتاح لحد 3 مرات، عندنا اياها اقل من 2، وهذا بيفتح لنا شيء منيح لانه نحن شركه خلصنا الهيكله، خلصنا التركيز، صرفنا على العلامه التجاريه. طيب. وقدرنا فتحنا صالات، ونحن اليوم بتوجه
توسع ان شاء الله، توسع مش بس. انا هذا ما اريد الحديث عنه، انه انتم عندكم هلا تدفقات نقديه قويه جدا، علاقتكم مع المصارف ممتازه وبتسمح لكم حتى بالمزيد بالاقتراض. اوصيتم بتعديل سياسه التوزيعات لتكون الحد الادنى 60 فلس عن 3 سنوات القادمه، والحد الادنى هو 20 فلس للعام المالي 2022. كيف ستستطيعون ان توازنوا ما بين هذه التوزيعات النقديه السخيه وسياسه ايضا التوسع؟ يعني اليوم المستثمر قد يسأل بأن هل سياسة التوزيعات الجديدة ستؤثر على خططكم الاستثمارية والتوسعية؟ يعني بشكرك لأنه سألتي هذا السؤال، لأنه هيدا الموضوع نحن عم نناقشه، وحقيقة مجلس الإدارة ناقشه بشكل نحن عم نوازي. أول شيء عندنا خطة توسيعية، خطة توسيعية رح تكون ان شاء الله بتشوفوا بالفتره اللي جايه رح نعلن ان شاء الله على اكثر من مشروع عم ندرسه لنكبر ايرادات الشركه وحجم الشركه والمركز الشركي عالميا. بنفس الوقت نحن قادرين يكون نحن كان سياستنا قبل انه نوزع اقله 60% من ارباحنا، اللي هي تقريبا كانت عم بتكون بالعشرين فلس أو 20% من سعر السهم الأساسي. نحن شايفين أنه خلال 3 سنين اللي جايين أقله قادرين نوزع 60 فلس، فكانت كمان هي لنريح المستثمر معنا، وبنفس الوقت الشركة قادرة تستحصل على تمويلات للتمويل الاكسبانشن او التوسعات اللي نحن ان شاء الله بنطمح لها. اين تنظرون الى توسعات؟ يعني هل بامكانك ان تعطينا فقط مناطق جغرافيه؟ طبعا نحن كنا من الاساس قلنا احنا بتعرفي عندنا مصانعنا الاساسيه براس الخيمه، ولكن عندنا مصانع بالهند ومصانع ببنغلاديش. اكبر سوقين لنا او اكبر سوق ما بعد هو سوق السعوديه، وعندنا سوق الاسواق الاوروبيه. اذا بدنا بالنسبه لسلاسل الامداد، بالنسبه ل تواجدنا لو توسعنا، لازم نكون عم نتطلع بهالمكانين كمطارح جديدة ما عنا فيها تواجد كبير، تواجد تصنيعي. وبالنسبة لتواجدنا التصنيعي كمان رح نزيد طاقتنا بالإمارات وبالهند وبنغلاديش إن شاء الله. يعني فقط لأتأكد أنه أنا وصلتني المعلومة صح، لديكم خطط لتوسع تصنيعي بالسعودية وبأوروبا؟ يعني عم ندرس، ما عندنا شيء، بس في خطط اكيد. نعم. هل لديكم راس مال او يعني بادجت مرصوده لهيدا التوسع بالسعوديه وباوروبا؟ مثل ما تفضلتي، ما عندنا بادجت معينه حسب شو الموجود، ولكن نحن على طول بنطلع للندت تو ايبيتا، ونحن بوضع مثل ما قلت لك تحت 2، اللي هي شكل كثير مريح بالنسبه لنا للاقتراض وللتوسع إن شاء الله. طب التأثر بفروقات صرف العملات الأجنبية كيف أثر على أعمالكم خلال العام الماضي، خصوصا بحكم أنه لديكم أعمال بالهند ببنغلاديش بأوروبا، وبالتالي هذا بيعرضكم لفروقات صرف العملة، فأين وجدتم تأثيرات لهذه الفروقات؟ ستنا نحن بشركة سيراميك راس خيمة مثل ما قلت لك، نحن بنوزع لأكثر من 160 دولة وبنبيع بأكثر من عملة، يعني نحن بيكون في عنا تأثيرات، بس على طول التأثيرات بسيطة، لأنه بيكون في عنا مثل الناتشرال هاجينج، بنبيع باليورو، بنبيع بالدولار، بنبيع بالعملات أكثر من عملة. الحمد لله كان تأثير الفروقات الصرف مش كبير بالنسبة للموازنة اللي عنا إياها. الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونتمنى لكم كل التوفيق في أعمالكم. شكرا لكم.